ال 20 دري دابا اللي كاينين في السبيطار، وولد بنتي هو منهم دري واحد عنده 17 عام، وكان هذيك الخبزه العجيبه البارح مع الخمسه العشيه، وراه ولدي غادي يموت هنا في السبيطار، وما كاينش اللي قابلهم وما كاينش وليدي والو، الدري راه سير يموت لينا، وراه ولاد الشعب كاملين، لا دابا ولدي مع شي 7 ونص. 20 واحد اللي كاين؟ لا 20 واحد اوليدي، سويرتي غادي يعيشوا الدراري. وقع هذا الشيء؟ وقع في القيصريه ديال تباته، القيصريه ديال تباته. شنو كلاو؟ كلاو هذيك الخبزه العجيبه ولا. يلا ولا دابا شي شهر ونص ولا عندنا تما في القيصريه. الدراري كل البارح مع الخمسه العشيه كان ولد بنتي، والاخرين الله اعلم اوليدي. الحاله ديال ولد بنتي سويرتي يعيش ولد بنتي، راه هو في يد الله، في يد الله اوليدي. وقفوا معانا ولدي، وقفوا معانا، ما خلاوناش ندخلوا دابا، قالك حنا طلعناه الفوق، خاصنا نشوفوا الفوق واش غادي يداويه ولا اش غادي يديروا ليه. يعني الحالة ديالو خطيرة. الحالة ديالو خطيرة وليدي، كلشي الدراري، راه 20 دري دابا اللي كاين. مول السناك ما جاش هنايا المهم. مول السناك واش شدوه البوليس ولا الله أعلم. حنا رجعوا البوليس راقبوا وكلشي، ولكن خصنا الطب اللي يقابلوا لنا الدراري. الله يسهل عليك. البارح في العشية أخ ديالي مشى كلا الخبزة العجيبة. قصارية تباته اليوم من الصباح هو كيتوفى كيتقطع، جبناه هنايا في حاله لا يرثى لها. هادشي كامل راه كاين اكثر من 20 واحد اللي كاينه دابا بالتسمم، اكثر من 21 شحال عاد ديال الصباح كلشي تهلك. وشي حاجه اللي غتقول طبا حتى الاخ العداج كاين اللي مشى المحل وعاودوا عيطوا عليهم رجعوا يلا دخلوا دابا. هو الاخ ديالي دابا دخلوا ينعس كنشوفوا. واش ديالهم صعيبه؟ اه ماشي صعيبه، كل ميت جايبينو ميت بهاد الخبزه العجيبه. واحد وصلوا 21 حاله منهم دراري ديال ولاد الدرب في القيصريه بلوك واحد وبلوك جوج، كلاو عند واحد مول المحل هادشي ديال الخبزه العجيبه. والبارح كلاوا بالليل واليوم تصابوا بتسمم كلهم الدراري. هنا جناهم لي زيرجونس كلهم كرشهم كلهم المصران ديالهم بغى يتقطع، ودابا راهما داخلين الانعاش. قال لك الساعه لما سولنا واحد الطبيب قال لك سته في الانعاش، والاخرين راه باقي في لي زيرجونس وحنا كنتسناو واش غيديروا معاهم. هادشي اللي كاين. كلاو ديك الخبزه العجيبه، كلاو عنده قال لك الخبزه العجيبه، هادشي اللي صوتهم قال لك لينا عنده الخبزه العجيبه. المهم واحد الدري ديما كياكلوا عنده، ديما كياكلوا عنده، ديما كاين. المهم اليوم البارح تاثروا بهاد الخبزه اللي كانوا عنده، هادشي اللي كاين. دابا راه جات المديره ديال المستشفى والاطباء كلهم جاو. الخبزه العجيبه تعتاق؟ كيقولوا تعتاق على ما سولت، قال لك يمكن تعتاق. العلم لله، حنا باقي ما عرفناش واش تعتاق ولا لا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.